يا اختي احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه، دي حكايه طويله. المهم ان انا جايه دلوقتي عشان اخد الورث، ها، ومعايا الورق الرسمي اللي يثبت كل الكلام اللي انا بقوله ده. ماشي الكلام؟ وعلى ما يحصل بقى كل اللي انت بتقولي ده ان شاء الله، هتقعدي فين؟ في الاوضه اللي في الجنينه برا؟ لا يا اختي، مش هقعد في اوضه الجنينه، مش هقعد برا، انا هقعد هنا في البيت ده وفي اوضه امك كيداهم. مامي، واللي مش عاجبه الكلام ما عنديش غير دي، اللي مش عاجبه هقطعه اربع تربع. ماشي ياما. انا مش قادرة اصدق اللي انت بتقوله ده، بقى عايز تدخلني انا السجن، مراتك حبيبتك بدل الولية المجرمة اللي اسمها كيداهم دي؟ انت اكيد اتهبلت، انت اتجننت، انت ما انتش طبيعي. طب ليه عايز تعمل كده؟ ليه؟ يا بت يا هبل، انا بعمل ده علشانك، انت مش عارفة انت بالنسبة لي ايه؟ ده انت نور عينيا اللي انا بشوف بيها، انا بعمل ده لمصلحتك. مصلحتي؟ مصلحتي انك ترميني في السجن يا حنفي؟ اه؟ يا نهار اسود ومنيل، حق بطلوا ده واسمعوا ده، ترميني في السجن يا راجل؟ انت اتجننت؟ اسمعي اسمعيني يا حلاوتهم، انت عارف انت هتاخدي ايه؟ هتاخدي 3 سنين، هيصفوا على سنه ونص، والسنه ونص عفو في عيد الام وفي عيد الشرطه وفي عيد العمال وفي كل الاعياد، ففي النهايه هتصفي على سنه ونص، سنه ونص دي بقى ساعتها ناخد الفلوس اللي هتديها لنا كيداهم وتعملي بيها فرن، فرن المعلمة حلاوتهم، وتعيشي أجمل حياة بدل العيشة اللي احنا عايشينها دي. السيرة دي أنا مش عايزة أسمعها منك تاني يا حنفي خالص. ابني، أنت ما فكرتش في ابني؟ ابنك ده في عينيا، طمني يا حلاوتهم. وهو عشان ما أنت بتعامله أحسن معاملة تقوم ترميني أنا في السجن وتحرمني منه؟ أنت جننت، أنت جننت يا حنفي. ما تقلقيش يا حلاوتهم صدقيني، وبقى أنت عندك أخت الجمالات وجوزها المعلم عباس ما بيخلفوش. هات ابنك ده يقعد عندهم هناك، أنت عارفة هما بيحبوه قد إيه، وبعدين مش هيقعد عندهم عالة، لا هزوره كل شهر، قول له ماما بتسلم عليك، ماما حبيبتك حلاوتهم، عديهم المصاريف وكل شوية حزوره. ده انت مفكر ومؤدب ومرسق، ده انت يا راجل دخلتني السجن وكمان بتعيط عليا. ليه بتقولي كده يا حلاوتهم؟ ليه؟ طب ايه رأيك بقى ان الفكرة دي لسه جايلي دلوقتي حالا حالا، معرفش ايه اللي خلاها جت في بالي. قلت ايه؟ قلت لا يعني لا. ما تخافيش يا حلاوتهم، ما تخافيش يا مراتي، ان شاء الله خير، انت بس قبل القاضي ما ينطق الحكم بيسد ودانك. انت بتهزر؟ بتهزر يا حنفي؟ انت دخلتني هنا ازاي؟ انت جبتني هنا ازاي مع دول؟ دخلتني هنا ازاي يا حنفي في اللي انا فيه ده يا حنفي؟ انت بتضحك عليا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة حلاوتهم السيد جاب الله بالأشغال الشاقة المؤبدة. مين قال ده يا حنفي؟ ما فهمتش. اللي هي ما فهمتش. ها؟ أشغال شقة مؤبدة. إزاي يعني؟ كم سنة؟ اللي هما يعني إيه دول، بتلعب ولا بتعمل إيه دلوقتي؟ قول لي قال إيه؟ قال إيه؟ مش فاهمة حاجة. 25 سنة هيعدوا هوا. إيه؟ 25 سنة؟ بس أنت قلت لي سنة وهجيب المحامي وهيعدوا كده، أنت ضحكت عليا يا حنفي، ضحكت عليا يا حنفي، منك لله يا حنفي، منك لله يا حنفي، منك لله. آه يا زمن، آه آه يا زمن. أو كل دي هدوم، كل دي هدوم. يا بنت المقشفرة، أظن أنا بقى دلوقتي من حقي كل
عامل الهدوم دي كلها؟ وبعدين يا جماعه هنعمل ايه في البلوه السوداء اللي اتحدفت علينا دي؟ انا مش عارفه الست دي طلعت لنا منين. وبعدين شوفي فجرها، ما نقتش غير اوضه ماما عشان تترزي فيها. انا مش عارفه لو ماما كانت هنا كانت عملت فيها ايه. يا جماعه مش وقت الكلام ده دلوقتي، احنا عايزين نعرف الست دي كلامها صح ولا لا، ليها في الميراث ولا لا، بابا طلقها قبل ولا بعد زي ما عمته بتقول ولا لا. امين عندها حق يا اخوانا، انا كان قلبي حاسس ان الست دي نصابه، عايزه تهبر لها هبره وتخلع. طب دلوقتي المهم يا عمته، انت متاكده فعلا ان بابا طلقها ولا مش متاكده؟ ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان حنفي كدب عليا، ما قالليش ان حلاوتهم دخلت السجن. بس انا برضو نفسي اعرف هي دخلت السجن ليه. اللي انا بقى هموت واعرفه، بابا كان عارف انها دخلت السجن ولا لا؟ لو هي لسه فعلا على ذمته يبقى اكيد كان بابا عارف ان هي في السجن. انا بقى اللي هيغيظني ومجنني حاجه تانية خالص، لما بابا فعلا عارف ان هي على ذمته ودخلت السجن، ليه مخليها على ذمته كل الفتره اللي فاتت دي؟ ما طلقهاش ليه وخلصنا منها؟ عندك حق ابتسام، وعشان كده بقولك ان الولاده دي نصابه. يا جماعه الميه تكذب الغطاس، ولو كانت كدابه ولا نصابه ما هتتكشف. انا خايفه بقى لا تكون ضربه الورق، ما هي ست سوابق وتعملها. بقولكوا ايه، انتوا مش سامعين صوت حاجه؟ صوت حاجه ازاي يعني؟ صوت عرسه مزنوقه، حاجه بتزيق. بس بس بس، ده زي ما يكون صوت صرخه مكتومه يا جماعه جاي من هنا. صرخه مكتومه بتزيق؟ بتزيق الصوت ده جاي من هنا. ايه ده؟ يا نهار ازرق، ايه اللي عامل فيكم كده؟ هيكون مين غير اللي ما تتسمى اللي اسمها حلاوتهم؟ يبان عليها ولا هي خطر؟ قوي ابتسام، انا خايفه قوي، الست دي ممكن لو اتكلمنا معاها تعمل فينا كده. استجري، ده انا هقطعها. انتوا هتقفوا ترغوا وتسيبوهم يحلموا فكهم زمان نفسهم متقطع. حاضر. لا، ما احنا ما ينفعش بقى نسكت على المصيبه دي، ولازم نشوف لها حل. مين دي؟ قصدي مينكي؟ بقى دي بقى اللي اسمها حلاوتهم اللي كانت متجوزه حاجه في زمان. ايه ده يا ماما؟ يعني الحكايه بصحيح بقى؟ ودي الست اللي ضربتك في السجن؟ ضربه في قلبها، ضربتني ده يا بنت؟ نعم، اما وليها قلبها اسود ولسه فاكرانا لغايه دلوقتي؟ الا قولي لي يا ماما، هي الست دي حكايتها ايه بالظبط؟ انا عارفه، هي ما جايب ابوك الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، ما يجص عليه غير الرحمه، كان بيحكي لي انه كان متجوزها وطلقها وطلعت تاجرة مخدرات وحبسوها. ماما. نعم. القصة دي مش داخلة دماغي. ولا أنا، بقولك إيه؟ يعني قصدك إيه؟ ده كان متجوزها قبل أنا بتجوزه بسنين. يعني أنتِ ما شفتيش الست دي قبل كده؟ يا نهارك أسود ومنيل، تخيبة الجسم والمخ كمان، بقولك قبل ما أتجوزه بسنين ما شفتهاش ولا أعرفها. أتاريكي يا ماما لما شفتيها معاكي في السجن لا عرفتيها ولا حتى شبهتي عليها، بس أنا بقى اللي عايزة أفهمه. الست دي ليه حطاكي في دماغها ومحروقه منك قوي كده؟ ما تحرقش مني ليه؟ ده هلا هلا ويا اخت اسمالله، اصغر منها واحلى منها، وعرفت ان ابوك اتجوزنا عن قصه حب كانت بلوبيب بلوبيب. مش عارفه يا ماما، بس حاسه كده ان الموضوع مش موضوع بلوبيب بس، اكيد في سبب تاني اقوى من كده كتير. لا اكبر ولا اصغر يا ست ابتسام، هموت واعرف ازاي الولاده دي عايزه تورث ابوكي بعد ما طلقها ب 30 سنه. الست دي بتاكد ان هي كانت على ذمه بابا لما مات. جرايه ما تسام، انت هتفرسيني ولا ايه؟ اذا كنت شايف انا ورقه الطلاق بعينيا اللي هياكلها التوت دول. ازاي بقى يا ماما شفتي ورقه الطلاق لما انت بتقولي ان بابا مطلقها قبل ما يتجوزك بكتير؟ انا كان لازم يا حبيبتي اتاكد ان هو فري قبل ما اتجوزه، كمان زي الفريك بحب الشريك. طيب يا ماما، على العموم انا هروح بكره للاستاذ سامح المحامي اخليه يشوف الورق بتاعها صح ولا لا، لا تكون الست دي جايه تنصب لها نصبايه ولا حاجه. ما بلاش، استاذ سامح بتاعك ده ابو كعب بحاني، ما تروح للاستاذ احمد وش الساعه. يا ماما الاستاذ احمد ده متخصص جنايات، لكن الاستاذ سامح هو المسؤول عن الموضوع ده. عموما انا هشوف ايه اللي بيحصل وهاجي ابلغك. بقيت عمري في المخروب اللي اسمه السجن ده. ما تقوليش كده، انت انا رقبتي فداك يا كايده. تسلم رقبتك يا حنفي. طب قول لي اعمل ايه؟ قضيه مش سهله، ده قضيه مخدرات ممكن يدوني فيها تأبيد. بعد الشر عليكي، ان شاء الله انا فداكي.
ايوه لكن انت لا، انت حبيبي عمري. بقولك ايه، انا هعمل اللي قلت لك عليه. معقوله يا حنفي مراتك هتقدر تشيل القضيه بدالي؟ انت مالكيش دعوه بالموضوع ده. انا هعرف ازاي اخلي حلاوتهم توافق ويبقى ضربنا عصفورين بحجر. المهم كيدهم، المهم انت تخلصي من الراجل الكركوب اللي قد ابوك اللي انت متجوزاه ده. اهو راقد من ساعه ما اتقبض عليا، قال لي الا فندي مش قادر استحمل الفضيح. انت اول حاجه تعمليها اول ما تخرجي من هنا انك تطلبي الطلاق منه، وبعدين بعد شهور العده نتجوز انا وانت ونقضي اجمل ايام عمرنا. يا ريت يا حنفي، يا ريت يحصل ده من بوقك لباب السماء. ده انا الحب انا وانت بلوبيف بلوبيف. حيب أسألهم كمان وهنخلف صبيان وبنات. أخ يا نار يا حنفي، لا تطلع شرك، لا خلف لا واد ولا بنت. وراك ايداهم. الله، احنا هنبدأ بالتلقيح ولا ايه؟ انت ايه يا وليا؟ وليا؟ ده ولولوا عليك ساعة وسكتوا. أنا يتقال لي يا وليا يا مخفي؟ انت ما عندكش ضمير، ما تعرفيش حاجة اسمها الإنسانية. تعملي العملة وتخلي واحدة بريئة تشيل القضية مكانك، حرام عليك يا شيخ. حرمت عليك عيشتك يا بعيد. ايه عايزني اقضي احلى ايام حياتي في السجن يلي ما تسمى؟ كله من السجن الهاري اللي انت بتجري فيه ده، منه لله الملعون اللي اسمه حنفي صبيك، هو اللي وسوس في ودانك. اخرس يلي ما تسمى، اوعى تجيب سيرة حنفي. حنفي ده سيد الرجالة، ده ضفره برقبتك، ده لولاه كان زماني قضيت عمري كله في السجن. فاكرة ليك انت تقولي الكلام ده قدامي؟ كان نفسي ابقى بصحتي، كنت قمت وشدت عليك بنفسي في المحكمة. اخرس ده قطع لسانك من لغلوغه. جرايا مخفي، ما عايز تروح تشهد عليها في المحكمة؟ عايزني اقضي احلى ايام حياتي في السجن بعد ما خدمتك خدمة العبد للسيد. خدمتيني ولا نهبت فلوسي؟ ده ذنب مراتي وعيالي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كيدة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اللي ما تسمى. انت بتحاسبن عليا؟ بقولك يا راجل انت خلاص، انا مش ممكن اعيش معاك بعد كده. ارمي عليا يمين الطلاق. طبعا ما تخدتيني لحم وهترميني عض. بقى كده يا اللي ما تسمى، اللي خدته منك ده تعمل خدمتي ليك وعشرتي وشباب اللي خدته مني. منك لله يا كيدة، منك لله. انا عايزه شغل من نار، شغل بضمير. ها اي حد يعوز اي حاجه يجي يسالنا، انا اي حد يتكلم في اي حاجه يسالنا انا. ماشي؟ I don't understand what did you say. ايه يا اختي قلتي ايه؟ مش فاهمه اللي بتقوليه. عامله لي فيها خواجه يرحمك؟ ما تكلميني عربي كده زي ما بكلمك. اللي دور عليك يلاقيكي من الحتيه، ابوك اسمه ابو سريع. كلميني عربي كده. ماشي؟ اوكي. لا ماشي ماشي. لا اوكي. ساعه زمن واحده وحلاقي الصاله دي بطلع لها طلعلاته كده، عايزاكوا تمسحوها لي تخليها لي زي الفل لغايه ما اروح اخد فمين، هغسل هدومي. المطبخ، اياك الاقي حد هود ناحيه المطبخ ولا جه ناحيه المطبخ. المطبخ ده انا، اللي عايز ياكل اي حاجه ومش عاجبه يجي يكلمني، واللي مش عاجبه ياكل من الشارع. يلا انصراف. ايه البيت ده؟ مفيش تجاره خرمانه. وبعدين في الست دي بقى، انا خايفه قوي يا ابتسام. انا مش عارفه يا اختي ايه البلوه السودا اللي حطت علينا من السما دي. انا مش فاهمه، هو احنا كنا ناقصينها؟ ده احنا فين اللي مكفينا وزياده؟ لا 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 لا، انا لا يمكن اقعد في البيت ده ابدا. لا يمكن. ايه وزفت ايه؟ هتعملي ايه؟ هتروحي فين يا مجنونه انت؟ ناخدك ونروح انا وانت بيتك، ايه اللي هيحصل يعني؟ يا سلام، ونسيب كريمه لوحدها؟ ونسيبها ليه؟ ما ناخدها معانا. ناخد مين معانا يا مجنونه انت؟ انت اتهبلتي يا بنت. ضمك لو عرفت ان احنا سيبنا الفيلا للست دي تبرطع فيها، مش بعيد يا اختي تقطع خبرنا احنا الثلاثه
حاجة معاه. اسكت يا ابتسام، امال لو عرفت ان هي قاعدة في اوضتها. وانت يا اختي كمان ما خدتيش بالك انها بتلبس من لبسها؟ يا نهار اسود ومنيل، هو ده لبس ماما؟ وانا اقول شفت اللبس فين قبل كده؟ هي حصلت للبس؟ انا هروح اقعد في اوتيل وخليكي قاعده هنا لوحدك. تعالي بس هنا يا مجنونه انت. ما تصبري يا امين، اصبري كده واتقلي على غرك السو ونشوف هتعمل ايه الست دي فينا. ازيكم يا بنات؟ اهلا يا مرات ابونا. اه حكايه مرات ابونا دي، ما تقولي يا ست حلاوتهم او يا طنط زي بنات الزوات. قولي ايوه يا ست حلاوتهم، اي خدمه؟ البيت ده كله يعني بالصلاة على النبي ما فيهوش دخان؟ خرمانة عايزة دخان. سجاير؟ ابدا، احنا عيلة محافظة ما تلاقيش الكلام ده خالص. امال ايه يا اختي الريحة اللي انا شمها في الاوضة دي كلها ريحتها دخان؟ جوزك انت بقى ما بيسجرش؟ لا بيسجر، بس هو مش موجود، خلع بمعنى هبق. يعني ايه؟ مش هعرف اعمر الطاسة ولا ايه؟ لا ست الكل اتعمروها، نعمروها طبعا. اقول لحضرتك عليكي وعلى الجنايني على طول. هو الجنايني وصل؟ طب حلو، عشان انا كنت عايزاه. بالاذن. اذنك معاك يا ست الكل. اذنك معاك، اتفضلي اتفضلي. لا واحد اتنين هوب هوب، واحد اتنين هوب هوب. اتجننت ولا ايه؟ دي شويه نشاط شويه نشاط. سويدي واحد اتنين. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا؟ ايوه يا ست. طب استنى بقى انا عايزاك. طم خير يا ست؟ انت بقى اللي بتزرع الزرع ده كله؟ ايوه يا ست انا اللي بزرعه. طب بقول لك يا ذوق، الاقيش معاك سيجاره؟ ماشي اتفضلي. ولعتك بتولع ولا لا؟ بتولع. وريني. اتفضلي. خرمانه. بص بقى يا ذوق، عايزك ده بقى تزرعهولي. اهلا 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 يا اختي. اهلا اهلا، ازيك وحشاني. ازيك وازاي سعيد، اخباركوا ايه؟ الله يا حلاوتهم. معقوله يا اختي؟ ده انت ربنا عوض عليك عوض الصابرين. معقوله القصر اللي انت عايشه فيه ده كله؟ اهي عليا في ايه يا اختي؟ انت جايه تزوريني ولا تقري عليا؟ يا اختي هو حد قر؟ الله اكبر، حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. يا اختي خمسه اقعدي. احكي لي اخبارك واخبار سعيد، البيت عامله ايه؟ احكي لي احكي لي. الحمد لله، بس المفروض تخش الجمعه الجايه. طب وماله يا اختي؟ ستره البنات حلوه يا اختي. وانا قلت حاجه، صاحب البيت مش عايزنا نعمل فرح في السطوح. ليه بقى؟ قال ايه؟ خايف على المعازيم اللي تاخد البيت وتقع. مشكله هتعملي فيها ايه دي؟ مش عارفه يا حلاوته، مخي هيتشل يا اختي، دماغي هتطير، مش لاقيه لها حل. بعد الشر عليكي، انا حلها لك. هشيل جميلك فوق راسي طول العمر. الفرح هيتعمل في ميعاده يوم الجمعه، وهيتعمل لها فرح ما حصلش، وهنرقص كلنا ونغني ونرقص ونغني. زغراتي يا بنت يا حبيبتي يا حلاوتهم يا جهنده. وهو الغدا ايه النهارده حبيبتي؟ علمي علمك يا اخويا، هو انا لو اعرف كان ده يبقى حالي. علمك يعني ايه بقى؟ علمك مش فاهم. يعني طنط حلاوتهم قررت ان هي اللي تطبخ واحنا علينا ناكل واحنا ساكتين. واحنا ساكتين يعني ايه؟ هي فاكره نفسها ايه بالظبط؟ لا ايه ده، الست دي اصلها زودتها معانا على الاخر، وسكت هي بقى سوابق فانا احداث وشكل كده هعملها معاها. بقول لك يا بت اقعدي انت لسه فكه السلك، اهدي كده. بقول لكم ايه يا جماعه، الطريقه الشلق دي مش هتنفع خالص مع ست حلاوتهم. الست حلاوتهم لازم نتعامل معاها باسلوب ارقى من كده، ونموين معاها وناخدها على حجرنا. يا حبيبي ده الفك المفترس بيقول لها يا خالتي. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ هي كانت ماسكه علينا زله. انا بقى شكلي كده ههج واسيب لكم كلكم البيت.
معلش يا جماعه اتاخرت عليكم، بس كل تاخيره وفي اخيره، عامله لكم اكله انما ايه هتاكلوا صوابعكم وراها. حطي البصل. ايه بقى ان شاء الله الاكله اللي هناكل صوابعنا وراها دي؟ ايه ده؟ عدس؟ لا كله لا العدس، انا كلته قبل كده ما عرفتش انام من الانتفاخ والقولون اللي تعب مني. جايبه التعيين من السجن وجايه. ايه يا اخويا قلت ايه؟ لا الف سلام عليك. بفتكر الا بقى عدس حلاوتهم يا جماعه، انت بس دوقي، بس خلي بالك على صوابعك لا تاكليهم وراه. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، حطي يا اختي يلا. اه عارفه التبل في البيت وليا لومنجيه بصحيح. قلت ايه يا اختي؟ قلت ايه روحيه؟ لا يا اختي هيكون في ايه؟ لو العدس فله فله، بس يا ريت المره الجايه يا اختي يبقى كشري. كشري؟ انت تأموري، المره الجايه هعمل لك كشري وجنبه برنجان مخلل. تحبيه مخلل ولا مقلي؟ العدس الليله ليله عيده، يا رب يبارك يبارك ويسيحه، يا رب يبارك يا رب يندلع العدس ويكب، يا رب يبارك ويسيحه. وحشتوني قوي. ان شاء الله خير يا حبيبتي. انا خايفه قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، ادعي ربنا وان شاء الله ربنا هيوقف. يا رب يا رب. حكمت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما على فوزية علي حسين. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة كيداهم عبد القوي شديد. يا حبيبتي يا ماما ألف مبروك. الله يبارك لي فيكم. الحمد لله شفتوا أخيرا ظهرت براءتي. الحمد لله. ألف مبروك يا ست كيداهم. الله يبارك لي فيك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أحسن محامي في مصر. إحنا متشكرين قوي يا أستاذ أحمد. بالله شكرا على واجب، ده شغلي. بقولك يا أستاذ أحمد، هو أنا ممكن أروح مع بناتي دلوقتي؟ هو في شوية إجراءات لازم نعملها، على بالليل إن شاء الله تكوني في البيت. خلاص يا بنات هنام في وسطكم النهاردة. وعقبالي يا حبيبتي ما تنوري بيتك من تاني، أنا هروح أظبط لك أحلى غدوة ترمي بيها عمك بدل أكل السجن ده. كفارة يا كبيرة. حبيبتي يا ابتسام. كده ده انت اختي وحبيبتي، هو انا ليا حد غيرك؟ شفتي اول ما طلعت من السجن رحت على مين؟ مش جيت عليكي في اكتر من كده بقى؟ ربنا يديم المعروف يا اختي. يا اختي يا رب ان شاء الله. ايه ده مين دول؟ ايه ده؟ ايه ست الكل اللي انت بتعمليه في الفيلا ده؟ ايه ده؟ بادي يا اختي وانا حره فيه يا ست الكل. ما قلناش حاجه، بس مش هو في بهايم قاعدين معاكي في نفس البيت ده؟ الاصول انك تعرفيهم انك هتعملي حاجه عشان يبقوا عارفين. وهو انا منعت اي حد يعمل اي حاجه في البيت؟ مش فاهمه قصد حضرتك ايه يعني؟ ايه اللي مش فاهمه قصد حضرتي ايه؟ واحده صاحبتي وقصدتني اعمل فرح بنتها عندي هنا في البيت، ايه يعني اقول لها لا اطلع ندله ولا اطلع ندله بقى؟ حق مالكيش حق، وبعدين دي من القلاطيش بتوعي، ليه ما اطلع ندله بقى؟ لا 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 ثانيه واحده بس حضرتك، ثانيه واحده، هو حضرتك ناويه تعملي الفرح البيئه ده بتاع الناس البيئه دي في البيت البيئه قصدي في الفيلا شيك دي؟ لا 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 اكيد حضرتك بتهزري صح؟ بتهزري صح؟ معلش يا بنت الحسب والنسب هنضايقك شويه، بس وحيه ابوكي ما تتاذيش قوي كده لحسن تفقعي لي مرارتي. اه يا مرارتي. يعني يا مرارتي؟ لا ادانا اللي مرارتي هتتفقع. بقول لك ايه يا ست انتي، الفرح ده مش هيتعمل هنا، يعني مش هيتعمل هنا. Thank you.
العساكر دي يا اختي. ايوه كده، الله اكبر، ادي الهوا الفرنشي ولا بلاش. الله، اوضه السجن واوضه السنون ونومته. اسكتوا يا بنات، وحشتيني يا امينه. الحمد لله على السلامه يا ماما. وحشتيني يا قمر يا قشطه. وانت كمان وحشتيني يا روح ماما. وحشتيني يا كريم. وانت كمان يا ماما يا حبيبه قلبي. اهو كده بقى الواحد يمشي رافع راسه وسط الناس. طبعا ترفعي راسك ونص، ده انت بنت المعلمه كايده. وعلى راي المثل، يا بخت من بات مصدوم ولا بات ظالم. اه اسكتوا يا بنات، وحشني بيتي وحشني اوضه نومي وحشني سريري وهدومي بدل الهدوم المعفنه اللي كنت بلبسها في المخروب السجن. مالك يا بنت جهي، مال سحنتكم دلدله كده؟ قال على وشك يبان يا ندغ اللبان. لا 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 لا، مفيش اي حاجه طبعا يا ماما. قولوا لي عاملين ايه مع الوليه اللي ما تسمى ام عرقوب اللي اسمها حلاوته؟ هنكون عاملين ايه يا ماما؟ عاملين عيشه طبعا. هو تكون يا بنت انت وهي بتعاملكوا وحش؟ ابدا، دي يعني نسمع عصفوره كده في البيت طايره. طبعا ما هي عارفه بتتعامل مع مين، مش اي حد. انت ولادي المعلمه كيداهم. يا ماما انا عايزه اقول لك ان احنا مبسوطين قوي 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 مع الست دي. انا ما يهمنيش يا ست كريمه. قال هلا هلا ويا اختي اسم الله. انا كل اللي يهمني طلعت من المخروب السجن، واديني طلعت لها بره وخليها تسد وتقف قدامي. قال جالك الموت يا تارك الصلاه، خليني اروح بيتي انام في الهدوء. يا مسكره بصي من الشباك، يا معزله قلبي لسه معاك. يا مسكره بصي من الشباك، يا معزله سيبك. لو هلف الدنيا واجيبك انا معاك، مش هسيبك. هلف الدنيا واجيبك. بص 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 اقولك حاجة، الدنيا مش محتاجة. بص اقولك حاجة، الدنيا مش محتاجة. يا توسعي بطلونك، يا تجيب رقم تليفونك. يا توسعي بطلونك، يا تجيب رقم تليفونك. شويه وخلي الليله تعدي على خير. ايوه حليمه عنده حق،
اسمعي يا حبيبتي، لازم تعرفي ان كيدهم جاي دلوقتي، واكيد هيتقابلوا وهتبقى دندره. انا ممكن ابعت اجيب اتنين ميكروباص واقلب لهم الفرح ده ضلمه. صح، انا مش عايز مشاكل مع الولايه دي، وبقول اهلي لو تعدي. هي عشان تعدي انا لازم اخد حبايه منوم وادخل اوضتي واقفل عليا وانام عشان تعدي. شايفه عمايل بنت اخوكي؟ الله، ما هي مراتك برضو وعارفاك. ايه ده بتعمل انت اهو هنا؟ وقف عندي كمان تلات شراعك. يخرب بيتك يا حبيبتي. حيانا الفوزة حليم ونحل يا حليمة. ايه في ايه؟ الفيلا بتتنهب يا اخويا، الفوزات واللوح وكل حاجة. ايه كده الموضوع زاد عن حد؟ انا هنزل اشوف لي صرفة معاهم. ربيهم الكلاب دول الجزم. يا فلوسك اللي راحت يا كيداهم. محدش هيدخل هنا، يعني محدش هيدخل هنا، وتفضلوا بقى من غير ما تروح. لا ده انا شكلي هعملها معاك النهارده. عنك انت يا معلمه حلاوتي، سيبي لي انا الطلعه دي، الواد ده محدش هيقدمه غيري. ايه ده؟ قولي لي مسغوطه انت وهي، مين دولك؟